نصف الفريق من يقف على الخط الأخير قبل إعلان الخسارة، غلطته قد تكلف بطولة، ونجوميته قد تمنحك التتويج، رغم أنه الأقل حظوة عند الجماهير والأقل ترديدا في الأهازيج. حارس المرمى، القفازات التي قد تقذف في قلبك الخوف أو تمنحك الثقة والأمان. وفي نظرة على من يقفون بين الخشبات الثلاث في الدوري السعودي، نجد أن معظم الفرق تعتمد على العنصر الأجنبي في إشارة واضحة لأهمية هذا المركز. وحين ندقق في سجلات الأندية وإحصاءات اهتزاز الشباك وأفضلية حراس المرمى، فسنجد أن حارسي الأهلي محمد العويس وياسر مسيلين قد تقاسما مباريات الفريق هذا الموسم بواقع 8 لقاءات لكل منهما، ولكن العويس كان أكثر تألقا حين ولج مرمى 5 أهداف فقط، وخرج في 4 مباريات من أصل 8 بشباك نظيفة. كما لا يمكن أن نغفل عن الخبير وحارس المتصدر الهلال عبدالله المعيوف الذي استقبل 16 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 3 مباريات. في المركزين الثالث والثاني نجد حارسي الفيصلي والشباب، فالمتجدد مصطفى ملائكة زاحم الحراس الأجانب بحفاظه على شباكه 6 مرات دون ولوج أي هدف، فيما اهتزت شباكه 15 مرة خلال 15 لقاء خاضها. أما حارس عرين الليث الشبابي فاروق بن مصطفى الذي استقبل 16 هدفا قد حافظ على نظافة شباكه في 7 مباريات. أما المركز الأول فيحتله العملاق الأسترالي براد جونز كأقل حراس المرمى استقبالا للأهداف، حيث ولجت الكرة في مرماه 6 مرات فقط وخرج بشباك نظيفة في 9 مناسبات، مما يجعله أحد الأسباب الرئيسية في تحقيق النصر للقب الدوري الموسم الفائت، كما تعول عليه جماهير الشمس للمساهمة في تحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالي.